بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديثنا اليوم عن بيت المقدس في كتاب الله عز وجل، ونسجل من ها هنا من محراب الصلاة، من محراب مسجد قديم مهجور، مسجد بني على أرض معركة مؤتة، على أرض تعبقت بدماء شهداء الصحابة. على هذه الأرض، داخل حدود الأرض المقدسة، داخل حدود بيت المقدس، داخل حدود أرض بيت المقدس، وصل الصحابة الكرام بعد أن ربطت أرواحهم وقلوبهم وعقولهم بهذه الأرض، أرض الأنبياء، أرض البركة، أرض القداسة. على هذه الأرض وصل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ربطوا بها روحيا وعقائديا ودينيا وسياسيا، فوصلوا إليها جنود محررين فاتحين، وصل الصحابة إلى هنا. لكن حديثنا عن الذي ربط الصحابة دينيا بهذه الأرض، على المسجد الأقصى وبيت المقدس والأرض المقدسة والأرض المباركة في كتاب الله عز وجل. هذه الأرض التي يدعي بعض المتصهينين ويدعي بعض الكاتبين أنها أرض لم تذكر في القرآن، فيقولون أن القدس لم تذكر أبدا في القرآن، وطبعا القدس لم تذكر بهذا النص في كتاب الله عز وجل. فاسم القدس أسما متأخرا، كان أسما استحدث في الفترة العباسية، لكن الاسم الذي كان يستخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسم بيت المقدس. هذا الاسم الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أسماء في كتاب الله عز وجل مثل المسجد الأقصى ومثل الأرض المقدسة أو الأرض التي بارك الله فيها. فكانت هناك مصطلحات أخرى أشارت إلى هذه الأرض. ومن الجميل ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكره أن هناك حديث يقول أن أنزل الوحي في ثلاثة أمكنة، في مكة والمدينة وفي الشام. وقال شارح الحديث أن المقصود هنا بالشام أرض بيت المقدس. والآية التي نزلت ليلة الإسراء، عندما اجتمع محمد صلى الله عليه وسلم بكل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام، اجتمع بهم في داخل المسجد الأقصى، وكان حال المسجد الأقصى مثل هذا، حال هذا المسجد. لم يكن هناك به سوى الجدران التي تحيط بالمسجد الأقصى على كبر حجمه، لكن لم يكن هناك بناء في داخل المسجد. وهذا المكان ربما يدللنا على شكل الجدران التي ربما كانت موجودة في عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جدران المسجد الأقصى كانت متهالكة ولم يبق منها إلا أطرافها، فأتى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأما الأنبياء. وفي تفسير هذه الآية، الآية التي في سورة الزخرف، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، السؤال هنا سؤال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل من سبقه من الأنبياء عن وحدانية الله عز وجل. فتقال في هذه الآية أن هذه الآية نزلت في بيت المقدس، ولكم أن تتوسع وتنظروا في التفاسير والآيات ونضعها لكم إن شاء الله عز وجل. فبعد حديثنا عن أماكن نزول الوحي، نتكلم عن الآيات التي ربطت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس. هناك من أول الآيات التي نزلت على رسول الله كانت آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم تلتها يا أيها المزمل أمرا بالصلاة. بعدها بعدد من السور نزلت لنا آية تذكر شجرة مباركة موجودة على تلك الأرض المباركة، وهي شجرة التين والزيتون. لكن هذا ليس شجر التين، مع الأسف في هذه المنطقة نرى بعض شجر الزيتون لكن ليس هنا تينة. فالآية تتكلم عن التين والزيتون، ومعنى التين والزيتون اختلف به المفسرون، فمنهم من قال أنها شجرة التين، ومنهم من قال بل هي إشارة إلى الأرض. فلو نظرنا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بأماكن عدة، فلو نظرنا إلى الآية وتكملتها ننظر والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والبلد الأمين معروف أن القسم هنا بمكة المكرمة،
وطور سينين، ذاك الجبل جبل الطور اللي موجود في سيناء في مصر. والتين والزيتون، عدد من المفسرين تكلموا عن بيت المقدس، أرض بيت المقدس وأرض الشام، فقالوا هي أرض التين والزيتون، هي كناية عن تلك الأرض. فلو نظرنا أن القرآن قد نزل بمكة بالبلد الأمين، وأن التوراة قد نزلت على موسى عليه السلام في طور سينين، نجد أن عدد من الكتب نزلت في أرض بيت المقدس وليس في مكان واحد. فعندنا الإنجيل الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، وعندنا من الكتب الأخرى كالزبور الذي نزل على داود في أرض بيت المقدس، وأيضا صحف إبراهيم التي أنزلت عليه. فهنا الأقسم بالأماكن الذي نزلت بها الوحي في عهد هؤلاء الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. نكمل الآن في المصطلحات المتعلقة ببيت المقدس والمسجد الأقصى وغيرها من المصطلحات التي القرآنية التي تتكلم عن ذاك المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن من المصطلحات القرآنية التي تتكلم عن بيت المقدس واسم المسجد الأقصى. ماذا يعني المسجد الأقصى؟ وماذا كان في مكان المسجد الأقصى ليلة الإسراء؟ المسجد الأقصى له دلالات كثيرة، منها ما تكلم بها العلماء أنه الأبعد، لكن الأبعد عن ماذا؟ نحن نتكلم عن مجموعة من الصحابة يعيشون فقط في مكة. ما المقصود لهم بالأقصى؟ هناك عدد من العلماء تكلموا في هذا وفي معنى ومغزى هذه الكلمات ومغزى كلمة المسجد الأقصى. لو نظرنا سويا إلى شكل المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، لم يكن هناك شيء إلا جدران محيطة بذاك المكان، بذاك المكان الشاسع، جدران وأساسات قديمة التي يجلس عليها في هذه المنطقة. وهذا مسجد مؤتة القديم الذي بني على مكان معركة مؤتة. فلو نظرنا سويا إلى شكل المسجد في هذه المنطقة، نجد الأساسات موجودة. وشكل المسجد الأقصى في تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أساسات المسجد موجودة لكن لم يكن هناك بناء. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في ذاك المكان الفارغ الذي يسمى بالمسجد الأقصى مقارنة بأهل مكة. وهناك أيضا بعض المصطلحات عندما ننظر في معنى المسجد الأقصى، هذه تزداد، تحتاج المزيد من البحث. فالقرآن يتكلم عن أرض بيت المقدس أنها أدنى الأرض، ويتكلم عن المسجد الأقصى أنه الأبعد بمعنى البعيد. وقال بعض العلماء ومنهم الشيخ أحمد نوفل أن الأقصى هناك إشارة أن هناك سيكون مسجد أدنى، والمقصود هنا مكة، وسيكون هناك بينهما المقصود به مسجد المدينة. فهناك ثلاثة مساجد في الإسلام: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، والمسجد اللي بينهما والذي هو المسجد النبوي، مسجد صلى الله عليه وسلم، والذي بني باتجاه بيت المقدس وليس باتجاه الكعبة المشرفة في ابتدائه حتى تحويل القبلة. الآن فكرة المسجد الأقصى يشكك بها كثير من المستشرقين وكثير من الإسرائيليين، يتكلمون حول فكرة المسجد الأقصى أنه لم يكن هناك مسجد، لم تكن هناك قبة صخرة، لم يكن هناك جامع مبني، لم يبنيه إلا عندما لم يبنى حتى أتى عمر بن الخطاب وبنى، أعاد بناء جدران المسجد رفعها وبنى بناء في مقدم المسجد للصلاة. أيضا عندنا بناء المسجد لا تضيع مكانته حتى وإن هدم كهذا المكان، هذا يبقى مسجدا لا يتغير فقها ولا شرعا، يتغير حال هذا المكان فيبقى مسجدا حتى وإن هدم وإن أزيلت معالمه. فتلك الأرض هي أرض مسجد. وتكلمنا عن المسجد الأقصى في الأساس، في أساسه موجود منذ عهد آدم عليه السلام بعد بناء المسجد الحرام بأربعين عاما، فكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسجد مؤتة، ما زال يسميه بمسجد مؤتة حتى وإن تبدلت معالمه، حتى وإن تبدل شكله، حتى وإن هدم سيبقى مسجدا. والمسجد الأقصى يبقى مسجدا منذ
أن بناه بني في عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا إلى المستقبل سيبقى هذاك المكان هو المسجد الأقصى.